موضوع قبول العقود تحويلهم على الملاك الدائم شيء مهم يؤدي إلى استقرار الموظفين بشرط أن توفر موازنتهم من تخصيصات الوزارة وأن لا تضاف أموال كبيرة للجانب التشغيلي، حيث تردنا المعلومات بأنه وصلت إلى 60 تريليون دينار للرواتب فقط لعام 2023، وهذا ناقص خطر. كيف سيتم توفير هذا المبلغ في حالة هبوط سعر البرميل النفط؟ نأمل أن تصلنا الموازنة الأسبوع القادم ليتسنى للجنة المالية ولمجلس النواب أن يصادق عليها.